الصين عبر تقنية سكايب. أهلا بك، صباح الخير. صباح النور، أهلا بكم، تحياتي إلى الجميع. يا مرحبا. كذلك متواجد معنا عبر الهاتف الدكتورة بحلا عروسي، أستاذ علوم سياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. دكتورة أهلا بك، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. يا مرحبا دكتور. أبدأ معك أستاذة سعاد، كيف ينظر الجانب الصيني، سواء كيف تعاطى الإعلام الصيني مع هذه الزيارة، زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الصين، أو الجانب الرسمي أيضا في 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 بكين، كيف ينظر الجانب الصيني إلى هذه الزيارة؟ تعتبر الجزائر صديقة قديمة وعزيزة للجانب الصيني، وتهتم الصين كثيرا بهذه الزيارة، وتربط بين البلدين علاقة سياسية عميقة، ويدعم بعضها البعض باستفاضة في القضايا ذات سلة بالمصالح الجوهرية والمشاكل الهامة لكل جانب من الجانبين. مثلا، يعرف العديد من الصينيين أن الصين هي أول دولة غير عربية تعترف بحكومة الجزائر المؤقتة، كما قدمت الجزائر إسهامات بارزة في استعادة الصين لمقعدها الشرعي في الأمم المتحدة. وفي هذا الظل تهتم الصين كثيرا بهذه الزيارة، زيارة الرئيس تنبول الصين. وخلال هذه الأيام لاحظت أن الوسائل الإعلامية الصينية قامت بتغطية هذه الزيارة والعلاقة الصينية الجزائرية والتعاون بين البلدين بشكل كبير، وكذلك تقديم ما حول الجزائر من مختلف المجالات. مثلا، قامت بعض الوسائل الإعلامية بإجراء مقابلات والحوارات مع بعض الجزائريين الذين يعيشون في الصين، وكذلك بعض الخبراء الصينيين والعرب المتخصصين في العلاقة الصينية الجزائرية والشأن الجزائري لتحليل أهمية هذه الزيارة ومستقبل تطور العلاقة بين البلدين، وكذلك آفاق التعاون بينهما، لتقديم مثل هذه المعلومات حول التبادلات الصينية الجزائرية للمشاهدين داخل الصين وخارجها. أمام المواطنين الصينيين، فيهتموا كثيرا أيضا بهذه الأخبار المتعلقة بهذه الزيارة. بشكل عام، يعني باختصار، أن الصين تهتم كثيرا بهذه الزيارة وترحب بتعزيز العلاقة والتبادلات المتبادلة بين الصين والجزائر. طيب، تم البارحة توقيع على 19 اتفاقية بين الجانبين الجزائري والصيني. هذه الاتفاقيات التي شملت عدة مجالات في التعاون بين البلدين، هل تعكس عمق هذه العلاقة الاستراتيجية الآن بين الجزائر وبكين، والارتقاء بها إلى أن تنظر بكين إلى الجزائر على أساس أنها حليف في المنطقة وفي القارة الإفريقية؟ يمكن أن نلاحظ أن البلدين الصيني والجزائري يحافظان دائما على زخم النمو للعلاقة أو للتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وبعد أن وقع البلدان لأول مرة اتفاقية التجارة والمدفوعات عام 1964، ينمو التبادل التجاري بين الصين والجزائر بشكل شامل. وخلال هذه السنوات يحافظ الوضع الجزائري على الاستقرار بشكل عام، وتشهد التنمية الاقتصادية بالجزائر ارتفاعا متواصلا. وبفضل التعاون الثنائي المتعمق بين الجانبين، حافظت الصين لسنوات عديدة على مكانتها كأكبر مصدر للواردات الجزائرية، كما أصبحت أول دولة شريك تجاري للجزائر منذ عام 2019. ويمكن نلاحظ أن الجانبين قد وقعا على اتفاقيات بشأن التعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما نعرف، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرهما من المجالات التقليدية. يتوسع التعاون بينهما إلى المزيد من المجالات الجديدة، بما فيها الطاقة المتجددة وكذلك الفضاء وغيره من المجالات. يمكن نلاحظ أن الجزائر تتمتع بموارد طاقة شرعية
الشمسية المتوافرة وغيرها من الظروف المتميزة. فأعتقد أنه يعني بفضل المبادرة الحزام وطريقة وأيضا يعني سعي الجزائر إلى بناء دولة بشكل أكبر في المستقبل، فأعتقد أن سيكون هناك المزيد من الفرص أمام الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي، كما يعني بفضل توقيع على هذه الاتفاقيات التعاونية. 19 اتفاقية. دكتورة بحل عروسي، أهلا بك من جديد. أهمية هذه الزيارة بعد الزيارة التاريخية إلى موسكو، هذه الزيارة تأتي بعد نحو شهر إلى الصين، أهميتها في هذا التوقيت بالضبط ضمن هذه المساعي الجزائرية أيضا إلى توطيد استراتيجي العلاقات مع بكين. نعم، تحية متجددة لك أخي مولود ولمستمعين قناة ومشاهدي قناة النهار. بالفعل اليوم هذه الزيارة التي يقوم بها الجمهورية إلى جمهورية الصين الشعبية أعتقد فعلا تعكس عمق التعاون والتعاون الاستراتيجي بين الجزائر والصين. وفي نهاية العام الماضي تم التوقيع على ترقية هذه التعاون إلى شراكة استراتيجية بين البلدين. أعتقد اليوم هذه الزيارة تأتي في خضم مقاربة واضحة المعالم وضعتها السلطات العليا للبلاد على رأس الجمهورية من مختلف مؤسسات البلاد على تقوية وتنويع شركائها الدوليين، وهذا يأتي من منطلق أن الجزائر بعد عودتها القوية للساحة الدولية ومن خلال حصولها على موثوقية عالية على مستوى الإقليمي الدولي آخرها عضويتها غير دائمة في المجلس الدولي، الإشادة الدولية بدورها في العلاقات الدولية وحالة الأزمات. أعتقد كل هذا جعل الجزائر اليوم تبحث على مصالحها بامتياز من خلال تنويع شركائها الاستراتيجيين وبناء علاقة تعاون، هذا انطلاقا من تمتين وتعزيز علاقات التاريخية، لأن ما يربط الجزائر بالصين وحتى مع موسكو يعني هناك علاقات تاريخية لا يمكن يعني أن نتجاوزها. بالتالي العلاقات التاريخية اليوم تندرج في إطار تثمين علاقات التعاون، علاقات تاريخية، علاقات الصداقة، حتى تمكن الجزائر من أداء دورها من خلال تقوية اقتصادية، خصوصا أن الصين اليوم وقالت الجمهورية في تصريح أن الصين تعتبر كأول قوة اقتصادية على مستوى تواجدها في افريقيا، وبالتالي الجزائر تريد ان تعزز مكانتها حتى تستفيد الجزائر من هذه الاستثمارات الصينيه في الجزائر لتقوي يعني. دكتور تفضل. دكتور في فقط مباشر وزير الداخليه، تفضل والي ولايه العاصمه. نعود لنقاشنا وهذه الزياره التاريخيه لرئيس تبون الى بكين. كنت اتحدث مع ضيفي عبر الهاتف الدكتوره بحل عروسي استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، اهلا بك من جديد دكتور. والاستاذه سعاد ياي هو الكاتبة الصحفية من الصين. أكمل معك أستاذة سعاد، الجزائر لها هدف وطموح لتنويع اقتصادها، تعزيز أيضا الإنتاج خارج قطاع المحروقات. طيب الشراكة مع الصين، الصين لديها اهتمام كبير بالموارد الطبيعية وقطاع النفط والغاز، لكن هل هناك أو تلمسين نوع من الاستعداد من الجانب الصيني سواء الشركة العمومية الصينية أو حتى الخواص إلى بعث استثمارات أخرى على غرار الاستثمارات الضخمة الموجودة في قطاع المناجم وغيرها والموانئ، أيضا إلى بعث استثمارات في قطاع صناعة السيارات مثلا وغيرها من القطاعات؟ كما نعرف أن الجزائر تعتبر دائما شريكة عزيزة للجانب الصيني، ومن جانبها تتمتع الجزائر بظروف متميزة. أولا تعتبر الجزائر أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، وعدد سكانها كبير ونسبة الشباب من إجمالي سكانها كبيرة، وكل ذلك يوفر البلاد لتوفير المزيد من الأفراد لتنميتها. ثانيا بعد توالي الرئيس تنبو منصبه اتخذ الرئيس سلسلة من الإجراءات لحماية الاستقرار البلاد وتطوير تنميتها الاقتصادية وحقق نتائج مثمرة. وفي هذا الظل أعتقد أن التعاون الثنائي بين الصين والجزائر يشهد تقدم وتعزز متواصل وخاصة خلال هذه السنوات، كما نعرف أن هناك الكثير من المشاريع التعاونية بين الجانبين في الجزائر
ويعيش ويعمل تقريبا أكثر من 1000 مؤسسة صينية في الوقت الحالي في الجزائر، وتعتبر الجزائر من الاقتصادات الهامة في العالم العربي وإفريقيا. وفي الوقت الحالي تمر الجزائر بمرحلة تحول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بينما تعمل الصين حاليا على تعزيز الانفتاحية رفيع المستوى على العالم وبناء دولة اشتراكية حديثة، ما يوفر المزيد من الفرص للتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها. وأعتقد أن البلدين طبعا أنهما سيوسع المزيد من المجالات لتعزيز التعاون بينهما. كما يمكن نلاحظ أن الصين والجزائر قد وقعت على اتفاقيات العديدة 19، وكل ذلك يعكس أن الجانبين لديهما إمكانيات كبيرة، وأيضا لديهما رغبة شديدة في تعزيز التعاون بينهما. كما يمكن نلاحظ أن الصين تعمل على دائما تلتزم بتعددية الأقطاب، وأن الجزائر لديهما توافقات مشتركة كثيرة مع الجانب الصيني. وأعتقد أن تعزيز التعاون والتقارب بين الجانبين سيوفر المزيد من العوامل المستقرة لحماية السلام والاستقرار للتنمية العالمية والتنمية الاقتصادية الإقليمية. أشكرك جزيل الشكر أستاذة سعاد يانشين، هو الكاتبة الصحفية، كنت معنا عبر سكايب من الصين، جزيل الشكر لك. دكتورة بحل عروسي، كنا نتحدث على هذا الاستعداد الجزائري أو الرغبة الجزائرية في الذهاب إلى علاقات استراتيجية متعددة الأبعاد مع بكين. الجزائر تأمل مرافقة من الجانب الصيني ودعم الانضمام إلى منظمتي البريكس وشنغهاي، لكنها أيضا تعول على الجانب الصيني لبعث استثمارات ضخمة مثل قطاع الاستثمار الموجودة في غارج بيلات مثلا، في قطاع المناجم، السكك الحديدية، الموانئ وغيرها. على ضوء كل هذا وعلى ضوء الاتفاقيات الموقعة 19 اتفاقية تشمل عدة مجالات، هل نقول أن العلاقات مع بكين ارتقت إلى مصف علاقات استراتيجية محورية بالنسبة للبلدين؟ أخي مولود، أعتقد أنك دققت في الوصف. حقيقة اليوم هذه الانتقال النوعية من حيث التعاون يترجم من خلال 19 اتفاقية، وخاصة في مجالات هامة، ترى الجزائر أنها ضرورية لبعث حركية الاقتصاد الجزائري والتنمية على مستوى الجزائر من خلال الشريك الاقتصادي هو الصين. أعتقد فعلا هي عبارة عن شراكة محورية، وخاصة الصين اليوم تواجدها في إفريقيا مميز جدا، وبالتالي الجزائر تريد أن تكون لها حصة كبيرة من هذه الاستثمارات الصينية في الجزائر حتى تعزز مكانتها الاقتصادية من جهة، وأيضا في المقابل الدور الذي تنتظره الجزائر من الصين لتكون إلى جانب الجزائر من خلال مرافعة الجزائر حول القضايا الإفريقية العربية على مستوى الهيئة الأممية. لأن يعني اليوم الجزائر من حيث وجودها على مستوى المجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم تحتاج أيضا دعما من طرف الصين وممكن حتى موسكو وشركاء آخرين حتى تمكن الكثير من القضايا على غرار قضية فلسطين وتمكين فلسطين من القضية من عضوية دائمة داخل الجمعية المتحدة، تمكين الشعب الصحراوي من تخيل مصيره. أعتقد كل هذا إلى جانب شق اقتصادي كما تفضلت في سؤالك، كل هذا يترجم فعلا أن هناك مقاربة واضحة المعالم ترتقي بالعلاقات الجزائرية الصينية إلى مسار استراتيجي متميز وخاص ويعني بامتياز. هذا يعكس عمق العلاقات التاريخية من جهة، وأيضا يعكس الإرادة السياسية للبلدين حتى يتم ارتقاء بهذه العلاقة حتى تمكن الجزائر أن تكون فاعلا أساسيا في مساهمته في إحلال السلم الأمن الدولي من جهة، وأيضا مرافعا حقيقيا لصوت إفريقيا التي غيبت كثيرا على مستوى الهيئات الأممية. صحيح. حتى البيان الصادر دكتور البارحة، البيان صادر عن الجانبين، بيان طويل وفيه الكثير من التفاصيل، وأيضا يعطي قراءة عن رغبة الجانبين في الذهاب بعيدا في توضيط العلاقات الثنائية. عندما تقول الجزائر دكتور أنها مع مبدأ الصين الواحدة، وتقول الصين أيضا أنها
طبعا دعمت الجزائر في عضوية مجلس الأمن، العضوية غير الدائمة، وتقول أيضا أو تدعم أيضا مساعي الجزائر لدعم فلسطين الحصول على العضوية الأممية، ودعم أيضا القرارات الأممية لتسوية الاستعمار في الصحراء الغربية. تطابق كبير في التوجهات وفي المواقف السياسية وفي التعاطي مع المشاكل الإقليمية والمشاكل في العالم، كل هذا هل سيمهد أيضا إلى شراكة أوسع، توافق كبير في البلدين، مثل ما قلت نصل إلى مبدأ الحلف مع حلف آخر؟ نعم، هو في الوقت الذي الكثير يرون أنه العلاقة بين الجزائر والفلسطينية علاقة اقتصادية وتعلق بالاستثمارات وغيرها، لكن في المقابل هناك شق سياسي ودبلوماسي كبير يربط الجزائر مع الصين، وهذا ما تعلق كما قلت فعلا أنه يدعم القضايا العادلة، يدعم تمكين الجزائر من المرافعة من كثير من القضايا، وأيضا في المقابل الجزائر ترافع أيضا وتتفق تماما مع الوحدة الترابية للصين الشعبية. كل هذا يعزز أنه الجزائر ترتقي اليوم في إطار تنوع شركائها استراتيجيين على غرار موسكو وعلى غرار الولايات الأمريكية وكثير من الدول التي تربطها علاقات قوية كإيطاليا كالبرتغال ومنها اليوم الصين كحلف استراتيجي. أعتقد هذا الحلف المميز بين الجزائر والصين أعتقد يعكس فعل أن هناك تقاسم مشترك للمشاكل الإقليمية في رؤية إلى حلها، تقاسم مشترك في المرافعة عن الهيئات الإقليمية والدولية حول مصير كثير القضايا حتى تكون الجزائر والصين على كلمة واحدة، وخاصة أمام القضايا العادلة من جهة والقضايا التي تنسجم مع المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر. اليوم الجزائر من مقاربة ثباتها على مواقفها وثباتها حول مبادئها التي لن تحيد عنها التي رفضها بيان أو نوفمبر وهو دعم تحرير الشعوب، كل هذا يدعو اليوم الجزائر في مصدر قوة اقتراح، قوة تقدم المقترحات، قوة تساهم في تقديم الحلول وترافع من أجل المصلحة للأمن والسلام الدوليين ولا تريد مصلحة في أي مكان معين على حساب مصلحة أخرى. صحيح. فقط الجزائر تمتلك وتمتاز تقاطعه مع الميثاق الأمم المتحدة في إطار السلم والأمن الدوليين. سنعود لهذا النقطة دكتور. يلتحق بين اللحظة دكتور عبد الرحمن عير أستاذ الاقتصاد بجامعة تيار. دكتور أهلا بك واعتذر تأخرنا عنك قليلا. دكتور عبد الرحمن عية، أهمية هذه الزيارة والجزائر تبحث عن تنويع اقتصادها، تبحث عن استثمارات جديدة، تبحث عن مرافقة الجانب الصيني في مساعيها أو ضمن هذه المساعي والاستراتيجية لتنويع اقتصادها، والجزائر رفعت شعار سنة اقتصادية بامتياز، أهمية هذه الزيارة من هذا البعد الاقتصادي؟ صباح الخير لك ولمشاهدي قناة النهار. مرحبا. والله عبك الاقتصاد يعني لديه أهداف محددة ولا يخفى على أحد بأن الجزائر اليوم تريد أن تنوع اقتصادها، هناك جهد مبذول يعني إرادة سياسية شاهدناها تحتاج فقط إلى تبتيد عملي على أرض الواقع. يعني شفنا هنا قانون استثمار جديد، شفنا يعني رغبة في رفع قدرات تدريرية خارج قطاع المحروقات، شفنا يعني نية طيبة لدى المسؤولين السياسيين الحكومة والرئيس، وبالتالي هذا يحتاج إلى دعنا نقول علاقات اقتصادية قوية مع دول كالصين. الصين للأمانة ويعني أنا أدرك ما أقول أنها أول قوة اقتصادية عالمية يعني تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنف على أنها أول قوة اقتصادية عالمية بناء على معطيات أهمها امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية للدولار الأمريكي. فقوة الولايات المتحدة الأمريكية ليست كقوة الصين في الإنتاج وفي تطوير المنتج وفي الاستثمار في العنصر البشري، ولكن بالإضافة إلى ذلك يعني لديها قوة الدولار الذي يعتبر عملة عالمية والذي يشكل اليوم، دعنا نكون واضحين ولنقول بأنه مصدر يعني قلق بالنسبة إلى دول البريكس، لأنك يعني عندما تتحكم في عملة دولية يعني هذا شيء يعني يصعب صراحة يعني أنك تتفوق على من يتحكم في هذه العملة. وبالتالي أقول بأن الصين دولة قوية اقتصاديا بإنتاجها بشركاتها. ممتاز. هذا الكل يتفق عليه فيما يخص قوة الجانب الصيني، وهذا خلينا نقول الحجم الاقتصادي الضخم للجانب الصيني، حتى فيه صراع كبير بين
الولايات المتحدة والصين التي تهدد عرش الولايات المتحدة. دكتور، هل الآن الجزائر تعرف فيه نوع من التململ فيما يخص الشراكة مع الجانب الغربي والاتحاد الأوروبي أساساً؟ لم تكن هناك استثمارات جدية من ناحية تنويع الاقتصاد في مجالات خارج قطاع النفط، أيضا نقل التكنولوجيا وغيرها. هل ستجد الجزائر ضالتها في هذا الجانب، مثلا صناعة السيارات وغيرها، صناعة السفن وغيرها من المجالات الهامة؟ هو الهدف الذي لابد أن نسعى إليه كجزائريين، يعني أو علاه، لأنك عندما أنت تتجه إلى دول قوية كما الصين، بالمقابل علينا أن نهيئ المناخ المناسب للأعمال. يعني صراحة نحن كاقتصاديين نرى بأن بعض الأمور لابد أنها تستمر في التعديل والإصلاح، بجميعها تحويلات رؤوس الأموال. هناك صعوبات في تحويل المستثمرين الأجنبي لرؤوس أموال، علما أنه قانون الاستثمار يعني يقدم تسهيلات أحيانا تتفاجأ عندما تقرأها، والإرادة السياسية والرئيس يتكلم عن البيروقراطية والوزير الأول يقول بأن البيروقراطية سبب عدم الإقلاع الاقتصادي، كل هذا الكلام موجود، ولكن عندما تذهب إلى الإدارة التي تسيل الملفات تجد بأن هناك يعني صراحة عراقيل إدارية وبيروقراطية ذهنية وعدم تطبيق يعني تلك دعنا نقول القرارات الفوقية التي يعني هي جيدة وجالبة للاستثمار. إذا بالعودة إلى سؤالك، الذهاب إلى الصين أو جيد، هذا ما يمنعش بأنك لازم تحافظ على علاقاتك الاقتصادية مع الدول الأوروبية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع يعني الشركاء القدامى، ولكن توطد علاقاتك مع الصين، بالمقابل تهيئ ظروف صحيح العمل جيدة، علما أن الصين صراحة الصين دولة لدينا امتداد في المعاملة الاقتصادية معها. دكتور عبد الرحمن عيا، فقط نذهب إلى هذه الكلمة، تفضل البقاء معنا، نذهب إلى هذه الكلمة لوزير الداخلية دكتور أيضا العروسي، أيضا تفضل البقاء معنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بعاصمة البلاد، العاصمة التي ليست عاصمة فقط للذين يقتنون لوزير الداخلية إبراهيم الراد رفقة والي العاصمة بعد إشرافهما على تدشين عدد من المشاريع هنا في العاصمة. نعود إلى استكمال نقاشنا مع ضيفي الدكتور عبد الرحمن عيا أستاذ اقتصاد بجامعة تيارت، وأيضا دكتور رابح العروسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. دكتور رابح العروسي، من خلال هذه الزيارة إلى بكين بعد زيارة تاريخية إلى موسكو، هل تؤكد الجزائر للمرة الثانية أنها بعد زيارة موسكو طبعا أنها منفتحة على كافة الأطراف في إقامة شراكات استراتيجية ترحب بالجميع، علاقات قوية مع إيطاليا، زيارة أيضا كانت هامة وقوية أيضا إلى البرتغال، زيارة إلى بكين، وقبلها كانت زيارة لموسكو؟ هو صحيح اليوم الجزائر تبني وتنسج علاقات متميزة وذات أبعاد مختلفة الجوانب مع كل الدول التي تحترم السيادة الجزائرية من جهة، وأيضا تتعاون وتفتح أفق تعاون مع كل البلدان التي تحترم المصالح البلدين. لأنه لما نرجع إلى علاقة الجزائر مع بعض الدول الأوروبية حسب الدول العالم تختلف بين الأخرى والدول الأخرى، هذه العلاقات اليوم الجزائر تريد أن تبنى من خلال منطقة رابح في التعاون الاقتصادي والتعاون التجاري، تريد تشتغل على علاقة تعاون التي تحترم السيادة البلدين على المصالح المشتركة، على مصلحة التعامل المدي ما بين البلدين، حتى تكون هناك علاقات تعاون حقيقية تترجم من خلال الاستثمارات، من خلال التعاون التجاري، التعاون الاقتصادي، وحتى التبادل في إطار توافق الرؤى في الرؤى حول القضايا السياسية المختلفة. وبالتالي اليوم من هذه الزيارة نلتمس أنه فعلا الجزائر من خلال تنويعها لشركائها الاستراتيجيين والدوليين تريد أن تبعث برسالة على أن الجزائر يدها ممدودة مع كل دولة تحترم الجزائر وتحترم السيادة الجزائرية وتفكر بمنطق المصالح المشتركة والمصالح المتبادلة، بعيدا عن الضغناء، بعيدا على سياسة الكريمكيالين، بعيدا عن الخدش بالتاريخ الذاكرة الوطنية، وهذا ما لاحظناه في مرحلة سابقة مع فرنسا الرسمية. وبالتالي أعتقد اليوم
هذا التنوع الاستراتيجي ما بين الجزائر وشركائها الأوروبيين وحتى اليوم مع موسكو وحتى مع الصين وقبلها كما قلت في سياق سؤالك بين البرتغال وإيطاليا تترجم فعلا أن الجزائر تضع مسافة واحدة مع كل البلدان التي فعلا تريد أن تنتج علاقة تعاون واضحة المعالم تريد أن نتبنى مقاربة التعاون الحقيقي التعاون الذي نتقاسم فيه الرؤى ونتقاسم فيه ممكن المصالح المتبادلة. وبالتالي أعتقد المقاربة اليوم الجزائر تريد أيضا أن تؤكد للعالم أن الجزائر اليوم طرف موثوق به ويمكن الاعتماد عليه في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. هذا يدل ويعكس أن الإرادة السياسية اليوم في ظل سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبمعية مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية تريد أن تقول أن الجزائر اليوم طوى صفحة سابقة وتبني جزائر حقيقة على قواعد واضحة وخاصة خاصة مدى اقتصادي كما قلت قبل قليل في مجال استثمار قانون واضح المعالم يؤكد على أنه يستقر في الجزائر هناك ضمان حقيقية وفي المقابل هناك استقرار سياسي يترجم أن هناك عمل دؤوب احترام مؤسسة الدولة هناك مؤسسة قائمة وهناك ملفات كثيرة يشتغل عليها في الجمهورية. هذا يعكس أنه اليوم الرؤية واضحة المعالم من خلال المجال التجاري اقتصادي التعاون الثقافي وكل مجالات. وبالتالي اليوم الجزائر مفتوحة على كل العالم وخاصة أنها اليوم أصبحت عضوة في مجلس الأمن فترمي بكل ثقلها حتى ترافع على القضية الإقليمية الدولية وتكون صوت إفريقيا الإفريقيين وصوت ممتاز العرب ممتاز ممتاز في الأممية. أشكرك دكتور رابح العروس أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر جزيل الشكر لك على هذه المداخلة. دكتور عبد الرحمن عياد بعد إعلان موسكو على لسان بوتين دعمها لانضمام الجزائر إلى منظمة البريكس وحتى أيضا مساعي المنظمة الانضمام منظمة شانغهاي أيضا فيه ترحيب صيني البارحة بمساعي الجزائر الانضمام البريكس بهذا الدعم من أبرز طرفي هذه المنظمة البريكس هل الجزائر باتت المرشح الأبرز لها؟ دكتور عبد الرحمن أيه يلا في خلف تواصل مع الدكتور عبد الرحمن عيا. على كل أشكر كل من الدكتور عبد الرحمن عيا أستاذ الاقتصاد بجامعة تيار كنت معنا عبر هاتف جزيل الشكر مرة أخرى الدكتور رابح العروسي أستاذ العلوم السياسي والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر والشكر أيضا لسعاد دياي شين هوا كاتبة صحفية من الصين كانت معنا عبر سكايب. فاصل مشاهدينا ونعود.